إهداء مع التحية والتقدير لأبو عاصم وأم عاصم، جيراننا الغاليين الذين نعزهم وندعو لهم بكل خير. الآن وحصل نعمر يا أبو عاصم الجار البلاي هاني اللي بحسنا لماجوره دومي مسعدنا، يا ليتنا يا لعاصم دومي جيراني، ما نبتعد عنكم ولا تبعدوا عنا، ولا واهني من يجاوركم بالإحساني، يبشر بزنا لماجوره مثل ما كنا، يا حيثكم ضيق وتم الرزق احطاني، ما يوم برتوب انا وعسانا ما برنا. نعم يا ابو عاصم الجار البليهاني اللي بحسنا لمجوره دوم مسعدنا، قالي جنا يا لعاصم دوم جيراني، ما نبتعد عنكم ولا تبعدوا عنا، لا واهني ما يجاوركم بالإحساني، يبشر بزنا لمجوره مثل ما كنا، يا حيكم نقوة من روسك أحطاني، ما يوم برتوب أنا وعسانا ما برنا، مكانكم يا أم عاصم وسطنا عياني، عسل ولي في جنان الخلد يجمعنا، عسل ولي في جنان الخلد يجمعنا، والكل منكم مع التقدير الأحشاني، أنا سأل الله يسعدكم ويسعدنا، غلاكم وحبكم ما يحتاج برهاني، دمتوا بخير وحنا من وفى دومنا، غلاكم وحبكم ما يحتاج برهاني، دمتوا بخير وحنا من وفى دومنا، دمتوا بخير وحنا من وفى دومنا. نعمل يا ابو عاصم الجار البليهاني اللي بحسنا لمجوره دوم مسعدنا، إهداء من أختكم سارة بنت صالح البكر، أم فهد بن سليمان الحمال.